بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب وطالبات مقرر التسويق الإلكتروني، أحييكم وأرحب بكم في المحاضرة الثامنة من هذا المقرر. كنا بدأنا في المحاضرة السابقة في التحدث عن الانترنت والتغيير، وكنا توقفنا عند التنافس التعاوني، وهنا بنجد ان مفهوم التنافس التعاوني يقوم على تعاون المنظمات المتنافسة على شبكة الانترنت. يعني على الرغم من ان هذه المنظمات تتنافس فيما بينها في تقديم نفس المنتجات، إلا أنها تتعاون أيضا فيما بينها. طيب، في منكم دلوقتي يسأل ويقول إزاي هما بيتنافسوا ويتعاونوا؟ هما بيتنافسوا من أجل الحصول على أعلى مكاسب ممكنة، لكن التنافس عندما يشتد بين المنظمات في كثير من الأحيان يؤدي إلى خسارة الجميع، وبالتالي ما توصل إليه علم التسويق أو المفهوم الحديث في التسويق إلى تعاون المتنافسين، أي يتعاونوا في الخروج من نطاق أن يحصل كل متنافس على حصة معينة في السوق إلى تحقيق نمو للسوق بشكل كامل، يعني ان يربح الجميع. احنا عندنا في رسمة كده عارضها على حضراتكم هتوضح مفهوم التنافس التعاوني. الصورة اللي قدام حضراتكم دي بتبين حيوانين، او نقول مثلا حمارين زي ما هو واضح كده في الصورة. كل واحد فيهم نظروا على حصة معينة زي ما هو واضح كده من الأعلاف. كل واحد فيهم نظروا على حصة من العلف، زي ما انتوا شايفين ان الاتنين مرتبطين ببعض، او بمعنى اصح انهم بيمارسوا نفس النشاط. اذا اتكلمنا بقى على المنظمات بيمارسوا نفس النشاط او بيبيعوا نفس المنتجات، فهم متنافسين. كل واحد له هدف يختلف عن الاخر، كل واحد عاوز يحصل على حصة اكبر من العلف ده، ان يصل الى الحصة اللي هو محددها لنفسه. طيب، هنبدأ في المرحلة الثانية في الصورة ديت. هنجد ان بدأ الاثنين كل واحد يتجه ويسرع لكي يحصل على ايه؟ الحصة اللي هو حددها لنفسه. قد تكون حصة كبيرة، قد تكون حصة صغيرة، المهم ان هو حدد لنفسه حصة من السوق عاوز يحصل عليها بأي طريقة. طيب، ننزل شوية كده على المرحلة التالتة. تشتد المنافسة، يصر كل واحد منهم على الوصول لحصته، وعلشان يوصل لحصته وعاوز يعمل ايه؟ هو عاوز يحصل على الحصة ديت من المنافس بتاعه. ابتدى يشد المنافس بتاعه، ابتدى يتجاذب معاه، وابتدى يرهقه. طبعا الكلام ده بيتم ما بين المنظمات من خلال ايه؟ ان المنظمة المنافسة بتحاول تثبت لعملائها الحاليين والمرتقبين ان انا الافضل، وان المنتجات اللي انا بقدمها هي الافضل من حيث المواصفات ومن حيث الاسعار، وان هي اللي هتشبع احتياجاتكم ورغباتكم، وان هي اللي هتحقق لكم اعلى منفعة ممكنة. شايفين الاتنين بيتجاذبوا ازاي في الصورة؟ الاتنين بيحاولوا يصلوا الى الحصة اللي هم عاوزينها باي وسيلة ممكنة. طيب، هننزل للمرحلة الرابعة. هنجد ان الاتنين تم ايه؟ حصل لهم عملية ارهاق من شدة التنافس بينهم والتجاذب الشديد بينهم. وصلوا لمرحلة الارهاق، الاتنين تعبوا، والاثنين زي ما انتوا شفتوا كده في المرحلة من اول اثنين لاربعة مش قادرين بالفعل يصلوا الى الحصة السوقية اللي هم حددوها لنفسهم، اللي هي تحقق لهم اعلى معدل ممكن من الارباح.
فالاتنين بعد ما تعبوا او المنظمتين المتنافستين بعد ما وصلوا لحالة من الارهاق في التنافس. ما الارهاق في التنافس بيحصل ازاي؟ ان انا بحاول اشوه صورة المنافس بتاعي وانظر ان منتجاته التي يقدمها ليست على المستوى المطلوب، وان هي مش هتشبع احتياجات ورغبات ايه المستهلكين. وهو بيقوم بنفس الدور ده، ان هو بيحاول يقنع المستهلكين ان منتجاتي انا لا تشبع احتياجاتهم ورغباتهم، وبالتالي الاثنين بيغلقوا بعض بشكل كبير جدا. زي ما انتم شايفين كده في المرحله الرابعه ان هم قعدوا يفكروا نعمل ايه، فقالوا بدل ما كل واحد فينا بيتجه الى حصه سوقيه وعاوز يحصل على الحصه السوقيه دي باي شكل، وفي سبيل الحصول على الحصه السوقيه ديت لازم يتغلب على الخصم بتاعه او المنافس بتاعه، وده بيكون امر صعب. ففكروا قالوا ايه؟ طب ليه احنا ما نتعاونش مع بعض؟ ليه ما نتعاونش مع بعض؟ ونحصل على ايه؟ زي ما بنقول بقى مش بدل ما احصل على حصه سوقيه، لا ده انا بعمل نمو للسوق بشكل كامل. احنا الاثنين نستفيد منه. فقالوا ايه؟ زي ما انتم شايفين كده في المرحله الخامسه ان الاثنين اتفقوا ان هم هيروحوا ياكلوا من العلف اللي موجود على اليسار كده، وبعد كده بيتجهوا في المرحله السادسه بعد ما يخلصوا العلف اللي موجود في المرحله الخامسه، يتجهوا في المرحله السادسه ان هم ياكلوا ايه؟ العلف الموجود في الناحيه الاخرى اللي على اليمين. المقصود من الجزئيه دي ايه بقى؟ ان المنافسين هنا قالوا لا احنا ما نقولش، ده احنا هنجمع الحصص السوقيه اللي موجوده ديت، واحنا الاثنين نستفيد منها بقدر الامكان. كل واحد مننا بدل ما يبذل مجهود في يعني محاوله تشويه صوره المنافس الاخر، لا احنا نتعاون ونجعل عمليه التنافس بيننا في عمليه ايه؟ كيف نجذب المستهلك لنا دون ان نشوه ايه؟ صورة الاخر. يبقى احنا جمعنا جميع العملاء في سلة واحدة، وابتدينا احنا ايه؟ كل ايه؟ منظمة تحصل على عملاء من خلال الترويج دون التنافس الذي يؤدي الى ايه؟ ارهاق المتنافسين. فنجد هنا ان هما الاثنين حصلوا على حصة اكبر من اللي كانت محددة لكل واحد فيهم. يعني كل واحد فيهم كان محدد له ايه؟ حصة واحدة فقط. الاثنين ارهقوا وصلوا للايه؟ لان هم احكلوا من الحصتين مع بعض، وبالتالي لم يرهقوا بعض، لم يشوهوا صورة بعض. ودي او ده المفهوم القائم حاليا اللي هو بيقوم على ايه؟ التنافس التعاوني. ولذلك بنجد ان كثير من المنظمات في الوقت الحالي بيوجد اتفاق ضمني حتى لو ما كانش ظاهر على المستهلكين. يعني ايه اتفاق على المستهلكين؟ يعني بنجد ان هم بيتفقوا مثلا في توحيد الاسعار، في توحيد المواصفات. طيب يبقى ازاي انا هجذب لنفسي؟ من خلال المجهودات الترويجيه التي لا تعتمد على مفهوم ايه؟ ها؟ حرب التشويه، او استراتيجيه الحرب التشويه اللي بيعملها ايه؟ في الدعايه بتاعته. يبقى احنا الاثنين هنروج لمنتجاتنا بشكل شريف، هنروج لمنتجاتنا بحيث ان احنا نحصل على ايه؟ نمو كامل للسوق، وكل واحد ياخد نصيب معين دون ان يخسر الطرف الاخر من خلال ايه؟ الحروب اللي بتتم. وانتوا حضراتكم بتشوفوا بعض نماذج هذه الحروب اللي بتتم بشكل او باخر، زي مثلا ما يتم مثلا ما بين مسحوق بعض مسحوق الغسيل زي اريال وبرسيل. فنجد ان الاثنين بيحاولوا ان هم يحصلوا على حصه سوقيه اكبر، ما فيش تعاون تنافسي منهم او تنافس تعاوني بينهم. الواضح تماما ان في حرب شرسه ما بين الاثنين، كل طرف بيحاول يشوه الاخر. اريال بتطلع تقول او من خلال الاعلان ان انا غسيلي افضل، والطرف الثاني غسيله مش على المستوى. بيطلع برسيل بنفس الوسيلة او بنفس الاسلوب يقول انا غسيل افضل، والطرف الثاني. يبقى هنا الاثنين مفيش تعاون ما بينهم في مجال التنافس ابدا، الاثنين بيحاربوا بعض، والاثنين بالتاكيد هيخسروا زي ما هو موجود كده من المرحله الاولى حتى الثالثه. هما الاثنين بيخسروا، مش قادرين يوصلوا
لأعلى درجة أو أعلى درجة من المنفعة، لأن الاثنين بيتجاذبوا أو في حالة إيه؟ حرب فيما ما بينهم أو تجاذب فيما بينهم، الاثنين إيه؟ بيوصلوا للخسارة. طيب هنرجع تاني لموضوعاتنا وهنبدأ في الفصل الخامس، وهو المزيج التسويقي وسلوك المستهلك عبر الإنترنت. أولا هناخد الإنترنت كوسيلة تسويقية رقمية ومدى اختلافها عن الوسائل التقليدية. هنجد ان احنا هنتناول هنا مجموعة من العناصر اللي بتبين هذا المفهوم، ان الانترنت تمثل وسيلة تعتمد على سياسة الجذب بول وليس على سياسة الدفع بوش. ازاي؟ سياسة الدفع اللي هي مستخدمة في التسويق التقليدي ومن خلال وسائل الاتصال التقليدية اللي بتعتمد طبعا على الاعلانات بشكل اساسي، هنجد ان منظمات الاعمال تقوم بدفع المعلومات دفعا الى المستهلك. يعني المستهلك عبارة عن متلقي فقط للمعلومات التي تدفعها له المنظمات من خلال الوسائل الاعلان الجماهيرية مثلا او وسائل الاتصال الجماهيرية. ما عندوش حرية الاختيار، ما يعرض علي اتلقاه فقط كما هو. طيب هنجد ان في شبكة الانترنت الامر بيختلف تماما، لان من يبادر بعملية الاتصال هو مين؟ المستهلك. من يبحث عن المعلومات هو المستهلك. يبقى هنا سياسة الانترنت تعتمد على جذب المستهلكين. هم الذين يبحثون عن المعلومات، هم الذين يبادرون بعملية الاتصال. وخلي بالكم لما اقول المستهلك يبحث عن المعلومات، فهو يبحث عن المعلومات التي تحقق له الإشباع، التي تحقق له أعلى منفعة ممكنة، وليست المعلومات التي تفرض عليه كما هي زي ما بنقول في الوسائل التقليدية. ولذلك احنا في كثير من الأحيان لما بنشاهد الإعلان بيبقى الإعلان مبسط جدا، حجم المعلومات الموجودة فيه بسيطة، وانا عشان اتخذ القرار الشرائي انا محتاج لمعلومات تفصيلية دقيقة حتى استطيع ان اتخذ افضل قرار شرائي يحقق لي اعلى منفعة. ما بجدش الكلام ده من خلال الاعلانات اللي هي بتكون غالبا في ظرف 60 ثانية الاعلان، بيكون اعلان بسيط جدا. طب انا عاوز استفسر اكتر عشان اطمن لقرار الشرائي، ما بلاقيش الكلام ده. فدي بنسميها سياسة الدفع، ان المنظمات تدفع المعلومات كما هي للمستهلك، وعلى المستقبل او المستهلك ان يتقبلها كما هي. وده على عكس شبكة الانترنت زي ما قلنا لا بتعتمد على سياسة الجذب اللي هي بتقوم على ان المستهلك هو الذي يبحث عن المعلومة وهو الذي يبادر بعملية الاتصال. رقم اثنين، ان الانترنت تمثل وسيلة رقمية تمكن من تحقيق التفاعل. الوسائل التقليدية زي ما قلنا قبل كده، اعلانات مسموعة مرئية مقروءة، لا تمكنني ابدا من عملية التفاعل. يعني لو في اعلان في التلفزيون قدام حضراتكم، ما ينفعش انت تقول للي بيعمل الاعلان لو سمحت وقف انا عاوز استفسر عن حاجة، لا ده انا مش فاهم الجزئية ديت، لا ده انا مش فاهم قصدك ايه من الاعلان ده. ما عندكش الوسيلة ديت. ممكن تتمكن بعد كده من الاستفسار من خلال الوسائل التقليدية كالتلفزيون
التليفون او الرسائل، وده في الغالب بيكون بسيط جدا وما نلاقيش عملية يعني ايه اصرار من المستهلكين ان هم يقوموا بالعملية ديت، لان كثرة الاعلانات التي تأتي على شاشات التلفزيون، مجرد ان انت تشوف اعلان ويعدي دقيقتين ثلاثة انت بتكون يعني نسيت تماما الاعلان اللي قبل كده كان ايه، مش فاكر بقى الاعلان بس لا ده انت بتنسى الاعلان تماما. ليه؟ بكثرة في ازدحام شديد جدا من المعلومات المدفوعة عليك كمستهلك، وكثرة دفع المعلومات ديت في العقل البشرية لا يمكن ابدا ان يستطيع انسان ان يتقبلها في وقت ايه بسيط. يعني احنا دلوقتي احنا عاملين عملية اتصال، الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون ديت عملية اتصال ما بين المنظمة والمستهلكين. طيب كم هائل جدا من الاعلانات، شوف حضرتك طول ما انت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على الفيلم، الفيلم اللي مدته ساعتين يظل لمدة 3 ساعات او 4 ساعات الان، لان بيتخللوا فواصل اعلانية كثيرة جدا، وبالتالي انت بتتعرض لحجم ضخم جدا من المعلومات في زمن بسيط جدا، وبالتالي العقل البشري لا يستطيع تحمل كم كبير من المعلومات في زمن ايه بسيط، وبالتالي بيتخلص من المعلومات السابقة لكي ايه بنقول ايه يعني بيفضي مكان للمعلومات الجديدة فيقوم يتخلص من الايه السابق. طيب على عكس الانترنت، فالاعلانات اللي احنا بنعملها على شبكة الانترنت بتمكننا من التفاعل مع مين؟ مع المنظمة. والبرمجيات المتواجدة حاليا اللي ممكن ان احنا نضيفها على اي موقع تصويت الكتروني زي السكايب واخلافه تمكن المستهلكين من التفاعل مع موقع المنظمة والتحدث مع اي مسؤول والاستفسار عن بعض النقاط اللي جايز هي ما تكونش موجودة بالفعل على موقع المنظمة، يبقى دي بتمكنني من ايه؟ عملية التفاعل دي بتمكنني من ايه؟ من انها اوصل لافضل قرار شرائي لي انا كمستهلك. طيب رقم 3، الانترنت تمكن من تحقيق انماط الاتصال المختلفة. يعني اتمكن من اجراء اتصال فردي، يعني فرد مع فرد اخر، او فرد مع مجموعة، او مجموعة مع مجموعة اخرى، بس كده اضافة الى الاتصال الجماهيري. وانا لما بعمل اعلان يشاهده مئات الملايين، في الامكان كده ان يشاهد الاعلان بتاعي مئات الملايين من الايه من مستخدمي شبكة الانترنت. انا هديكم على سبيل المثال، احنا عندنا الفيسبوك، واصبحت شبكات التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي اللي هي متمثلة في الفيسبوك والتويتر واليوتيوب جاذبة بشكل كبير جدا للمستخدمين من كافة الاعمار وكافة المستويات التعليمية. طيب لو اتكلمنا عن الوطن العربي اللي احنا فيه وقلنا ان مثلا اداة واحدة فقط من وسائل او وسيلة واحدة فقط من وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك، انتوا بتدخلوا حضراتكم على الفيسبوك بتجد على يسار شاشة الفيسبوك الاعلانات الموجودة من مواقع تسويق الكتروني مختلفة. طيب احنا بنقول في الوطن العربي فقط، احنا عندنا في مصر تقريبا 90 مليون نسمة، 90 مليون نسمة. لو افترضنا جدلا ان نصف الشعب المصري مستخدم لشبكة الانترنت، مع اني اعتقد ان النسبة طبعا اكبر من كده بكتير، مفيش حد دلوقتي ما بيستخدمش شبكة الانترنت الا فئات محدودة جدا، لكن هنفترض جدلا ان عدد مستخدمي هذه الشبكة في مصر هي نصف الشعب المصري 45 مليون، وان من يدخل الى شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك مثلا على سبيل المثال نصف هذا العدد، يعني نقول مثلا تقريبا 22 مليون.
تخيلوا، انا بقول ايه، في جمهوريه مصر العربيه فقط 22 مليون، ده هنقول ايه، بشكل مؤكد بيشاهدوا الاعلان ده. يبقى دي مش وسيله اتصال جماهيريه، وسيله اتصال ده انا بقول في دوله واحده، فما بالكم بقى في المملكه العربيه السعوديه وفي كافه الاقطار العربيه اللي يمكنهم مشاهده هذا الاعلان المتواجد على الفيسبوك. شايفين الحجم قد ايه؟ طب ما بالكم بقى لو انتقلنا على المستوى العالمي اجمع، كم مليون من الممكن ان يشاهد هذا الاعلان؟ اه لا ده وضع اخر تماما، الوضع اختلف تماما يا جماعه، ده احنا دخلنا الى مستويات جماهيريه ضخمه جدا لا يمكن ان نصل اليها بالوسائل او بوسائل الاتصال التقليديه مهما بذلنا من مجهودات. تعمل الانترنت على تغيير الطبيعه النمطيه للاتصالات التسويقيه وبصفه خاصه التي تتم من خلال الاعلان. هنشوف ازاي هي بتعمل تغيير في الطبيعه النمطيه للاتصالات التسويقيه. الف، ان الرساله التي يتم انتقالها عبر الانترنت من المعلن الى المستهلك تكون اكثر اهميه. يعني ايه تكون اكثر اهميه؟ لان انا بوفر في هذه الرساله عبر شبكة الانترنت الكثير من المعلومات التفصيلية عن المنتج، الكثير من المعلومات التفصيلية عن المنتج اللي بيحتاجها المستهلك في اتخاذ القرار. طيب خلي بالكم من نقطة، الكلام ده لا يمكن انا احصل عليه من اي وسيلة تقليدية اخرى. انا قلت الاعلان 60 ثانية، انت متخيل حضرتك ال 60 ثانية دي هيوصلك فيها معلومات ايه؟ ده بيوصل لك المختصر في وجهة نظر هو المختصر المفيد، مش كده؟ لان طبعا الاعلان في الوسائل التقليدية بيكلف منظمات الاعمال تكاليف ضخمة جدا، يعني وفي اوقات معينة بتكون التكاليف دي يعني فوق قدرة اي منظمة. يعني انتم مثلا في شهر رمضان بنجد ان الاعلانات بتصل في 60 ثانية دي تصل الى ملايين الريالات، اللي هي 60 ثانية اللي احنا بنشوفها دي تصل الى ملايين الريالات. فما بالكم ان هم بيكرروا الاعلان ده اكتر من مرة خلال ايه اليوم الواحد، يبقى بتبقى تكاليف ضخمة جدا. على نهاية مثلا شهر رمضان بتلاقي ان حجم ما تم انفاقه على الاعلانات التقليدية دي ضخم جدا، وبالتالي هو بيحاول، لان كل ما زاد الفترة الزمنية او المدة الزمنية للاعلان تزدادت ايه التكلفة بتاعته اللي تدفعها المنظمة للقنوات الفضائية المختلفة. طيب ولذلك انا هقول لكم على حاجة جايز انتم بتلاحظوها، ان كثير من الاعلانات تبدأ في بدايتها يعني في اول نزولها تبدأ طويلة نوعا ما، بيحاول ان هو يوصل لحضراتكم رسالة الى حد ما تفصيليا بقدر الامكان، هو مش هنقول تفصيليا لكن جزئيا يعني بشكل جزئي، ويجي في توقيتات اخرى. يعني مثلا لو افترضنا ان توقيت نزول الاعلان ده في شهر رمضان، في بداية شهر رمضان بيكون الرسالة الاعلانية طويلة شوية، يجي على منتصف شهر رمضان يقوم يقلل نفس الاعلان، يقلل الفترة الزمنية، ان هو بيعمل عملية ايه؟ قص من الرسالة الموجهة لكم، وبيعتبر ان الرسالة وصلت بتفصيلاتها في بداية رمضان، وبعد كده بيبتدي ايه يقص من الاعلان ده بحيث ان هو يقلل الفترة الزمنية بتاعته عشان يقلل ايه التكلفة. طيب ب، ان موقع الويب على الانترنت يقوم بوظيفة مشابهة للاعلان. ازاي؟ انه يمكنه ان يخبر ويقنع ويذكر المستهلكين بالمنتج. يعني انا موقع التسويق الالكتروني بتاعي المتواجد على شبكة الانترنت يمكن ان يقوم بنفس المهمة التي يقوم بها ايه؟ ها؟ الاعلان التقليدي على شاشة الانترنت، على شاشة التلفزيون، اللي هي الايه؟ الاخبار، ان انا باخبر المستهلك بالمنتج، باعلمه بالمنتج بتاعي، واقنعه به واذكره به على فترات ايه مختلفة عندما ايه ما لازم انا اتابع المستهلك بتاعي، يا اما هينسى المنتج ده مع الوقت
وبالتالي احنا ساعات بنسأل ليه كوكاكولا بتعمل عملية اعلان مستمر على الرغم من انها شركة كبيرة وحجم السوق بتاعها ضخم جدا. جزء من الاعلان بتاعها ده تسجيلي للمستهلك الحالي، طبعا اضافة ان هو بيكون حريص على جذب مستهلكين اللي هم المحتملين بالنسبة له، هو في نفس الوقت بيعمل عملية ايه؟ تذكير للمستهلك الحالي كي لا يقع فريسة لإعلانات ايه؟ الشركات ايه؟ المنافسة لها. طيب جيم، ان موقع الويب يمكن او موقع التسويق الالكتروني يمكن ان يجمع بين خاصتي الدفع والجذب الترويجيتين. بمعنى ايه؟ ان انا ممكن ادفع المعلومات للمستهلك وفي نفس الوقت عندي عامل الجذب ده. طب ازاي هجمعهم الاثنين مع بعض؟ ما انا ممكن اعمل زي ما احنا بنقول لحضراتكم كده، ممكن اعمل اعلانات على المواقع الشهيرة على شبكة الانترنت، فدي سياسة ايه؟ دفع. طيب وفي نفس الوقت انا موفر الإمكانية للمستهلك عند بحثه عن المعلومات عن المنتج أن يدخل على موقع المنظمة، عندما يعمل كليك على الإعلان فهنا بتكون سياسة الجذب إن هو بقى عاوز يحصل على معلومات تفصيلية، فبيعمل كليك أو ضغط على الإعلان ده فيذهب إلى موقع المنظمة وبالتالي يحصل على إيه؟ معلومات تفصيلية أكثر تساعده في عملية اتخاذ القرار او الحصول على افضل قرار ايه؟ شراء. طيب ده ان موقع الويب او موقع التسويق الالكتروني يمثل مزيجا بين الاعلان والبيع المباشر. بمعنى ايه؟ ان انا زي ما بستطيع ان اعلن من خلال هذا الموقع، فانا بستطيع في نفس الوقت أن أبيع المنتجات الموجودة على الموقع بتاعي ده اللي أنا بعلن عليه في نفس اللحظة. يعني المستهلك بيدخل على الموقع بتاعي فيشاهد الإعلانات اللي أنا بقدمها ويشاهد الرسائل اللي أنا بقدمها بشكل تفصيلي، وفي نفس الوقت هو يستطيع أن يقوم بعمل أمر شراء ودفع مقابل للسلعة والحصول عليها من خلال نفس الموقع. طيب هنتكلم عن دعم الاتصالات التسويقية من خلال شبكة الانترنت. هنجد ان احنا في مجال الاتصالات التسويقية بشكل عام تقليدية وغير تقليدية بنتكلم عن صورتين اساسيتين، اتصالات شخصية واتصالات غير شخصية. يعني احنا بنقسم الاتصالات التسويقيه لايه؟ اتصالات شخصيه يعني تتم ما بين شخصين، او اتصالات غير شخصيه اللي هي بنسميها ايه؟ جماهيريه، لا يتم الاتصال فيها بشكل ايه؟ شخصي. طيب هنتعرف على دور شبكه الانترنت في النوعين دول اللي هو ايه؟ الاتصالات الشخصيه والاتصالات الغير شخصيه. ألف، أن شبكة الإنترنت يمكن استخدامها كأحد أشكال الاتصالات الغير شخصية اللي هي بنسميها جماهيرية، زي مثلا الإعلام، العلاقات العامة التي لا يتم فيها اتصال شخصي بين طرفين. الإعلام، العلاقات العامة، تنشيط المبيعات. طيب ازاي انا بتمم الاسلوب ده على شبكة الانترنت؟ من خلال نشري للمعلومات. من خلال نشري للمعلومات على ايه؟ على موقع التسويق الالكتروني الخاص بالمنظمة. يبقى انا هنا استخدمت شبكة الانترنت كوسيلة اتصال غير شخصي. احنا لما بنستخدم شبكة الانترنت بالاسلوب ده فاحنا كده بالفعل اصبحنا مشابهين بدرجة كبيرة جدا للوسائل ايه؟ الجماهيرية اللي هي معروفة عندنا كلنا،
اللي هي التلفزيون والراديو والوسائل المطبوعه زي الصحف والمجلات، لان استخدمته ايه؟ كوسيله نشر فقط للمعلومات، وسيله دفع للمعلومات لمين؟ للمستهلك. طيب، ولكننا نستطيع ايضا ان نستخدم شبكة الانترنت كوسيلة للاتصالات ايه؟ الشخصية. طيب، ازاي هنقدر نستخدمها كوسيلة اتصالات شخصية؟ من خلال البرمجيات المتوافرة على شبكة الانترنت زي سكايب زي ما قلنا قبل كده وغيرها، وزي ما قلت لحضراتكم انه في المستقبل سوف يكون تكنولوجي الهولوجرام من الوسائل الأساسية في مجال التصويت الإلكتروني لتحقيق الاتصال الشخصي ما بين طرفين، لتحقيق الاتصال الشخصي بين طرفين. ايه الهولوجرام ده؟ هولوجرام بيعتمد على تكنولوجيا الليزر وتكنولوجيا الانترنت. طيب، بيعمل ايه الهولوجرام ده؟ بيؤدي الى ظهور الشخص كما هو بابعاده المختلفة، يعني بنسميه 3 دايمنشن، ثلاثي الابعاد، بحيث انه بيظهر قدامي كشخص حقيقي. يعني لو بعمل تواصل مع احد الاشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة الامريكية، فبيظهر امامي من خلال هذه التكنولوجيا اللي هي بتسمى الهولوجرام كما هو، وصوت وصورة، مش صورة بقى، صورة مجسمة، صورة مجسمة، شخص حقيقي واقف قدامي بيتحدث تماما زي ما يكون واحد قدامي واقف، بشكله، بلبسه، بكل تعبيراته، بإشاراته، بكل الأشكال التي تساهم في تفعيل عملية الاتصال، التي تساهم في وصول الرسالة وإدراكها من جانب المستقبل، وأنا بظهر قدامه بنفس الإيه؟ الأسلوب. هي حتى الآن التكنولوجيا ديت لم يتم استخدامها في المجال التجاري والتسويقي، ولكن أنا أعتقد خلال الأعوام القادمة سوف يتم تطبيق هذه التكنولوجيا بشكل موسع جدا، وسوف تصبح زي ما كان كده الهاتف الجوال بالنسبة لنا حلم في فترة من الفترات، يعني فترة التسعينات كان الجوال ده ظهر تقريبا في 95 96 على ما اعتقد، وكان بالنسبة لنا شيء غريب، ازاي واحد يبقى ماشي في الشارع وشايل جوال وقاعد بيتكلم فيه مع بيته ويتحرك بيه من هنا لهنا؟ كان شيء غير طبيعي بالنسبة لنا، كان لسه حاجة حديثة، وكنا بنشاهده قبل كده في الافلام الاجنبية ونستغرب ازاي واحد شايل جهاز كده في ايده وماشي يتكلم بيه في الشارع. دلوقتي اصبح الكبير والصغير، الشيخ والطفل يحمل الجوال، الشيء اللي احنا كنا مش مصدقينه في البداية وكان بالنسبة لنا حاجة جاي صعبة المنال بالنسبة لنا، اصبحت شيء واقعي في حياتنا ولا يمكن الاستغناء عنه. نفس الشيء سيكون في المستقبل على تكنولوجيا الهولوجرام، والذي سيساهم بشكل كبير جدا في عملية الاتصال الشخصي. زي ما قلت لحضراتكم ان الاتصال الشخصي لا يلزم ابدا ان انا اخد الشخص ده بالحضن عشان اقول ان حصل اتصال شخصي بينه وبينه، بمجرد رؤيته له بشكله الحقيقي كما هو، وعملية الاتصال الشفهي بينه وبينه، والاشارات وكل شيء واضحة قدامي، هو ناقص ايه في عملية الاتصال الشخصي؟ مش ناقص اي حاجة. يبقى كده بتتم الاتصالات الشخصية بشكل كبير جدا. جايز احنا دلوقتي بنقول انها بتتم بشكل الى حد ما جزئي من خلال برمجات الاتصال زي السكايب وخلافه، ولكن ان طبعا الشخص ما يبقاش باين بشكله الكامل، ويعني انا يعني بشوف ان تأثيرها ده مش قوي، انها بتقلل من عملية الاتصال الشخصي، ولكن هنقول الى حد ما ان هو لا تحقق كما يعني هو، نقول مثلا الشخص بذاته واقف قدامي، او اذا كان زي ما بنقول في استخدام تكنولوجيا الهولوجرام يبقى الشخص بذاته واقف قدامي، وبالتالي هتكون عملية الاتصال الشخصية متكاملة بشكل ايه؟ كبير جدا.
تعمل الانترنت على تعظيم القيمة الخاصة بالاعلان. ازاي؟ ان الاعلان بتاعي انا يختلف من خلال شبكة الانترنت طبعا، يختلف عن الاعلان اللي بيجي في التلفزيون. الاعلان اللي بيجي في التلفزيون زي ما قلنا انه يعتمد على ايه؟ استراتيجية الدفع. المعلومة اللي انا بديها لك انت تاخدها وبس، ما تطلبش زيادة. لكن الاعلان المتواجد على شبكة الانترنت بيتيح لي عملية ايه بقى؟ ان انا استطيع ان احصل على معلومات اكثر. ازاي؟ مجرد ان انا بعمل كليك او ضغط على هذا الاعلان بينقلني مباشرة الى موقع المنظمة الاصلي. وجربوا حضراتكم كده، خش مثلا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واضغطوا على اي اعلان مثلا اللي موجود على يسار الشاشه مثلا، اللي هو خاص غالبا بيبقى موجود لنمشي وسوق دوت كوم ومش عارف، تتكوا على اي اعلان من دول هتلاقيه نقلك مباشره الى موقع المنظمه الاصلي، وبالتالي تستطيع الحصول على معلومات اكثر عن المنتج اللي انت بتبحث عنه، وتفصيلات اكثر عنه، وما المنافع التي يقدمها سواء متمثله في الجوده او متمثله في ايه؟ في الاسعار. تساهم الانترنت في تحقيق الاتصال الغير شخصي بفاعلية من خلال تحقيق دور اكبر للعلاقات العامة وتنشيط المبيعات. طب ازاي اقوم بالمهمة ديت؟ خلي بالكم ان موقع التسويق الالكتروني هو ملك لمين؟ موقع التسويق الالكتروني يا جماعة ملك لمين؟ ملك للمنظمة. انا سمعت كل بيقول اهو ده ملك للمنظمة. يبقى انا استطيع ان اضع على هذا الموقع ما اريده دون قيود او دون رقابة. يعني ان اعلن على هذا الموقع بالطريقة التي تعجبني انا كمنظمة، واللي في اعتقادي انا كمنظمه هتجذب لي العملاء والمستهلكين. انا بقول دون قيود او رقابه. قد يعتقد البعض، يعني احنا طبعا مع تحفظنا عن هذه الاشياء، لكن بعض الناس يعتقد ان هو لو حط صور مثلا خاليه عن نوعا ما، اسف في اللفظ طبعا، قد تجذب المستهلكين او فئات معينه من المستهلكين للدخول للموقع. ما هو مفيش حد رقيب عليه، هو اذا ما كانش هو رقيب على نفسه امام الله سبحانه وتعالى خلاص مفيش حد رقيب عليه. فهو دلوقتي يستطيع ان يدخل ان يضع على الموقع ما يشاء، على عكس الاعلانات اللي بتتم في القنوات التلفزيونية. الاعلانات بيكون عليها قيود ورقابة، اذا تجاوزت حدود معينة بيتم ايه؟ الغاء هذا الاعلان. واحنا في فترات زمنية سابقة كان هناك اعلانات ظهرت في الاسواق عن بعض المنتجات، انا مش هقدر اقول ايه هي يعني عموما، لكن انتوا يعني طبعا متابعين للتلفزيون بشكل جيد. الاعلانات دي وصلت الى انها اصبحت تخدش حياء الاسر العربية، اصبح حجم الاباحية فيها مبالغ فيه بشكل كبير جدا، وبالتالي اصبح جلوس الاسر العربية ومشاهدة التلفزيون لفئات عمرية معينة فيها خطورة كبيرة جدا. ما هو بيسأل ايه الاعلان ده؟ ايه المنتج اللي هم بيتكلموا عليه؟ ايه قصدهم من الحاجة الفلانية؟ يقصد ايه بالاعلان ده؟ واصبحت فيه هناك خطورة على الاطفال على المراهقين وخلافه. وبالتالي تدخلت الدول المختلفة في منع كثير من هذه الاعلانات التي تجاوزت حدود المنطق وحدود الاخلاق في عملية الاعلان. لكن من خلال ملكيتي انا، وانا مش معنى كده ان انا بشجع الاعلانات بالوسائل ديت لا، بس
بشكل او باخر احنا بنتكلم بقى ده الموجود بالفعل في منظمات بتتبع المسؤولية الاخلاقية في عملية التسويق، وهناك منظمات اخرى ليس لديها او شعور بالمسؤولية الاخلاقية في العملية التسويقية. طيب فمن خلال ملكيتي للموقع بستطيع ان انا اعلن عليه بالطريقة التي من وجهة نظر المنظمة التي تحقق جذب للمستهلكين، خلاص. وبالتالي هيكون دور تنشيط المبيعات، طبعا كثير من المواقع تستخدم الخصومات وتوضحها لتنشيط المبيعات، اضافة الى طبعا ان انا استطيع ان انشر كثير من الاخبار على هذه المواقع بسرعة فائقة على عكس الاعلانات، لان انا لما باجي اعمل اعلان طبعا بيحتاج لتأليف واخراج وتصوير و و و بشكل ضخم جدا، ومبالغ طبعا مالية كبيرة بتاخد وقت طويل من الزمن، على عكس طبعا ملكي الموقع بتاعي اللي استطيع ان انا اضع عليه اخبار في ثواني معدودة، يكون الخبر ده موجود على الموقع ويشاهده كافة المستهلكين بشكل سهل جدا. طيب ده لا تتحقق الاتصالات الشخصية بشكل فعال، وده كان الشكل السائد في فترة زمنية معينة، كان يقول الانترنت لا يمكن ان تحقق الاتصال الشخصي بشكل فعال، لكن مع التطور التكنولوجي وظهور كثير من وسائل الاتصال الشخصي اللي زي سكايب، وقريبا جدا هيكون الهولوجرام، انا بقول ان الاتصال الشخصي يتحقق بشكل كامل مع تكنولوجيا الهولوجرام، نقول بشكل كبير جدا مع السكايب، يعني نقول ان الاتصال الشخصي يتحقق بشكل كبير مع، مش هنقول بشكل كامل، بشكل كبير مع برامج مثل سكايب، ولكن سوف يتحقق بشكل كامل وفعال من خلال تكنولوجيا الهولوجرام. واللي عاوز يشوف هذه التكنولوجيا، وانا يعني ممكن احاول اعرض على حضراتكم جزء منه دلوقتي لاحد البرامج التي استخدمت تكنولوجي الهولوجرام، وكانت هي شبكة CNN، ممكن حضراتكم تتابعوا معايا اللي هجيبه دلوقتي ده هيوضح الموضوع ده بشكل كبير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هو انا مش هقدر اجيبه لحضراتكم دلوقتي، هو فعلا مش متواجد على الجهاز، هحاول ان شاء الله في المحاضرة القادمة ان انا اعرضه على حضراتكم، بحيث ان اوريكم يعني ايه تكنولوجيا الهولوجرام وفايدتها في عملية او تحقيق الاتصال الكامل مع المستهلكين. طيب ها تساعد الانترنت على، وانت حضراتكم ممكن تخشوا زي ما قلت على اليوتيوب واكتبوا بس الهولوجرام او الهولوجرافي، هو يسمى باحد المسميين دول، وشوفوا هيطلع لكم كم كبير جدا من الفيديو اللي بيتكلم على الهولوجرام واشكاله ايه اللي هتشاهدوها، وده هيقنعكم بشكل حقيقي بان هو بالفعل بيحقق الاتصال الشخصي. ها تساعد الانترنت على اتاحة الفرصة لتعظيم درجة المعرفة بالعلامة التجارية وطريقة استخدام المنتج. طيب هتساعد ازاي الانترنت على اتاحة الفرصة لتعظيم العلامة التجارية؟ من خلال امكانيتها بالوصول الى اعداد ضخمة جدا من المستهلكين، دي جزئية. الجزئية الثانية من خلال المعلومات التي يستطيع ان يحصل عليها المستهلكين عن المنتج، دي طبعا بتعظم من قيمة العلامة التجارية، وايضا من طريقة استخدام المنتج سواء من خلال الاتصال الشخصي، يعني انا استطيع ان انا اعظم العلامة التجارية ديت من خلال الاتصال الشخصي
من وسائل التكنولوجيا اللي انا اتكلمت عليها، او من خلال الاتصال لغير شخصي، من خلال الاعلانات اللي انا بعملها وتصل الى كثير من المستهلكين، واللي بامكانهم ان يتزودوا بمعلومات اضافيه اكثر عن المنتج ومواصفاته من خلال الدخول عن طريق هذا الاعلان الى موقع المنظمه الاصلي. هنتكلم دلوقتي بقى عن المزيج التسويقي الإلكتروني وسلوك المستهلك عبر الإنترنت. المزيج التسويقي الإلكتروني وسلوك المستهلك عبر الإنترنت. الأول لازم نعرف يعني إيه مزيج تسويقي أو مفهوم المزيج التسويقي. المزيج التسويقي يعرف بأنه عبارة عن المتغيرات التسويقية التي تتحكم فيها إدارة المنظمة. إيه هي المتغيرات التسويقية ديت؟ اللي هي المنتج، المكان، السعر، الترويج، اللي هو بنسميهم فور بيس، اللي هو إيه؟ برودكت باللغة الإنجليزية، برودكت ها، بليس، برايس، ها، بروموشن. يبقى هنا كل احنا سميناها الفور بيس عشان ايه؟ ان كل مصطلح من المصطلحات ديت بيبدا بحرف ايه؟ البي. طيب احنا بنقول هي عباره عن المتغيرات التسويقيه التي تتحكم فيها اداره المنظمه. قال لا، هو في متغيرات اخرى لا تتحكم فيها اداره المنظمه؟ هناك متغيرات خارجيه ومتغيرات داخلية. متغيرات خارجية متعلقة بالبيئة الخارجية. ايه هي البيئة الخارجية ديت؟ ها؟ اللي هي البيئة ايه؟ الاقتصادية والسياسية وها؟ القانونية والتشريعية والاجتماعية والثقافية. ايه تاني؟ ها؟ والطبيعية حتى. والديموغرافية. كل هذه البيئات لا يمكن ابدا لأي منظمة ان تتحكم فيها. طب بنعمل معها ايه؟ ان تتكيف معها المنظمة. المنظمة تحاول ان تتكيف مع المتغيرات التي تحدث في هذه البيئات. طيب اذا لم تستطع المنظمة ان تتكيف مع هذه البيئات، يحدث ما نسميه في علم الادارة فناء المنظمة، اي تغلق ابوابها، تحقق طبعا خسائر وتغلق ابوابها. لكن طبعا المتغيرات المتعلقة بالبيئة الداخلية، ما يحدث داخل البيئة الداخلية في المنظمة من صراعات تنظيمية وخلافه، ديت أيضا كان إلى فترات زمنية ماضية بنقول أن إدارة المنظمة لديها معلومات كاملة وتحكم كامل في البيئة الداخلية. الحقيقة أثبتت الأيام أن البيئة الداخلية أيضا متغيرة بشكل كامل، ولا يمكن التحكم فيها بشكل كلي. إذا استطعنا أن نتحكم فيها، نتحكم فيها بشكل جزئي، وبتكون المعلومات اللي موجودة عنها ليست معلومات كاملة كما كان هو سائد فيما قبل. لا، ده دلوقتي أصبحت المعلومات تمثل شكل جزئي أو غير كامل. يعني المعلومات التي تصل عن البيئة الداخلية في المنظمة ليست بشكل كلي ولكن بشكل جزئي، تتفاوت من منظمة إلى أخرى النسبة، ولكن لا نستطيع أبدا أن نقول أن منظمات الأعمال وإدارات هذه المنظمات لديها معلومات كاملة عما يجري في البيئة الداخلية في هذه المنظمات. بدليل لما حصلت الثورات أو الربيع العربي كما يسميه البعض، حصل إيه؟ ان كثير من المنظمات حدث فيها تغيرات كبيرة جدا لم تكن في حسبان الادارة. اللي هي ايه؟ حصل اعتصامات، حصل اضرابات، حصل اشياء كثيرة جدا لم يكن في مخيل الادارة ان يحدث مثل هذه الاشياء، ولكن حدثت بالفعل ولم تستطيع الادارة التحكم فيها، وبالتالي هذه البيئة لا يمكن ان نتحكم فيها بشكل كلي. طيب نيجي بقى للحاجة اللي احنا نقدر نتحكم فيها، اللي هي ايه؟ المزيج. بنقول هي العباره عن المتغيرات التسويقيه اللي هي متمثله في الاربع عناصر. احنا بنتكلم دلوقتي عن التسويق، عن المزيج التسويقي التقليدي، اللي هي الاربع عناصر اللي احنا بنتكلم عليها حضراتكم ديت، اللي هي المنتج والمكان والسعر والترويج.
لما قلت تتحكم فيها إدارة المنظمة، يعني إيه تتحكم فيها إدارة المنظمة؟ أي تشكلها كما تشاء. زي كده أي سيدة بيت وبتعمل أي شيء، مثلا عجينة معينة، فتقدر تشكلها كما شاء، تشكلها مطولة، مستطيلة، مربعة، مدورة، أيا كان. ده نفس الشيء، هديكوا شكل آخر من معنى المزيج التسويقي. حضرتك تيجي تعمل كوباية شاي، بتضع مزيج عشان تعمل كوباية الشاي دي. ازاي؟ طب تضع مقدار معين من الشاي، مقدار معين من السكر اللي هو بيحقق رغبتك واشباعك الشخصي. وكثير من الناس يقول ايه، انا لا استطعم الشاي الا من عمل يدي. ليه؟ لانه بيضع المزيج الذي يتوافق مع رغباته هو. بعض منظمات الاعمال اللي بتعمل في مجال الاغذية ابتدت تحقق نوعا ما، تقول ايه، انا هعمل مزيج من المنتج الفلاني عشان يلاقي الرغبات المختلفة. انا بفهمكم يعني ايه كلمة مزيج. فنلاقي مثلا زي نسكافيه مثلا، ابتدى ينزل يقول لك 2:1، 3:1، 2:1، يعني حاطط ايه، ها، اللي هو المبيض والنسكافيه نفسه 2:1. طيب، وترك موضوع السكر ده لناس، في ناس بتحب تستخدم سكر بايض، في ناس تحبش السكر نهائيا، وهكذا. وعمل 3:1 اللي هو حاطط ايه، المبيض والنسكافيه وايه، ها، والسكر. ديت كلها مزيج بيقدمه للمستهلك من سلعه. طب لما نيجي احنا بقى نتكلم عن المزيج التسويقي، اللي هو بيتكون من العناصر ايه، المنتج والمكان والسعر والترويج. فانا اشكل العناصر الاربعه دول لكي اشبع احتياجات ورغبات مين؟ المستهلك. المنتج، بانتج منتج وفقا لرغبات واحتياجات المستهلك. بالنسبه للمكان اللي هو المقصود بيه عمليه التوزيع، طبعا بوزعه في المكان اللي هو يرغب فيه المستهلك، بوصله لغايه اقرب نقطه للمستهلك، بحيث ان انا اوفر له الراحه في عمليه ايه، ها، الحصول عليه، سواء من خلال التوزيع المباشر او الغير مباشر. طبعا لما بتكلم عن المنتج ما بتكلمش عن مواصفات المنتج ذاته، حتى عمليه التغليف والتمييز للمنتج والتبيين اللي هو البيانات المكتوبة، كل هذه الأشياء تدخل، حتى العلامة التجارية تدخل في معنى كلمة المنتج. المكان وما يقصد بالمكان، التوزيع اللي قلنا ان هو بيبقى توزيع مباشر وغير ايه، مباشر. توزيع مباشر اي من خلال منافذ توزيع، ها، مباشرة تمتلكها المنظمة. طيب لما اقول توزيع غير مباشر، اي من خلال وسطاء. طيب السعر او التسعير، انا ايضا اقدم تسعير يتوافق مع امكانيات ورغبات المستهلك. فاقدم سعر بنقول عليه السعر السائد في الاسواق، اللي ما فيهوش مبالغه على المستهلك، ما يقدرش يشتري السلعه. ممكن يعني انا دلوقتي ممكن اسعر المنتج بسعر لا يستطيع ان يشتريه المستهلك، او اسعره بسعر يشكك المستهلك في جوده المنتج. احيانا كده يعني انا ممكن اسعر المنتج واقول لا، ده انا هنزله بسعر رخيص عشان الناس تشتريه، فيكون السعر الرخيص ده وسيله لتشكيك المستهلك في جوده المنتج. الترويج او المزيج الترويجي طبعا بيدخل في السعر. قبل ما ننتقل للترويج، بيدخل في السعر الخصم، ها، وطرق السداد وخلافه، يعني السداد الفوري او التقسيط وخلافه. طيب هنيجي للترويج. الترويج وبنسميه المزيج الترويجي، اللي هو بيتكون داخله من 5 عناصر اللي اتكلمنا فيها سابقا، وهي الاعلان والبيع الشخصي وتنشيط المبيعات والنشر والعلاقات العامة. الخمسة دول دايما بنعمل بينهم مزيج لكي نقوم بعملية الاتصال مع المستهلك.
ما هو أو التوجه الحديث الآن في علم التسويق؟ أنني أعتبر كل عنصر في المزيج التسويقي مزيجا، بمعنى أن أنا أقول مزيج المنتج، مزيج التوزيع، مزيج التسعير، المزيج الترويجي. يعني اقول ايه المزيج التوزيع؟ يعني ده مجال التوزيع التسويق، ايه المزيج التسويقي ايه اللي بنتكلم فيه التقليدي. طيب ازاي بقول المزيج التوزيعي؟ يعني انا بعمل مزيج ما بين التوزيع المباشر والغير مباشر مثلا. يعني كان لدخول شبكة الانترنت الى مجال التسويق دور كبير جدا في تغيير المفاهيم التسويقية. بعد ما كنا بنتكلم عن اربعة عناصر اساسية في مجال التسويق التقليدي، الامر اختلف تماما. في بداية الامر كان دخول التكنولوجيا او الوسائل التكنولوجية الى مجال التسويق، كانت في بداية الامر وخاصة طبعا شبكة الانترنت، كان ما هو متعارف عليه ان كان في بداية الامر كانت المنظمات بتنشئ لها مواقع على شبكة الانترنت هدفها فقط الدعاية والاعلان. يعني ان انا بعمل موقع عليه البيانات بتاعة المنظمة، سواء بيانات تاريخية او حالية، اضافة للمنتجات اللي بتنتجها ومواصفات هذه المنتجات، اضافة الى طريقة الاتصال التقليدي بهذه المنظمات. ولكن هذا الموقع بيكون موقع جامد غير تفاعلي، لكن طبعا مع مرور الوقت اصبحت والتقدم التكنولوجي اللي حدث في وسائل الاتصالات الامر اختلف تماما، وتقدم مفهوم التسويق الالكتروني، واصبح هناك مزيج تسويقي الكتروني مكون من سبعة عناصر وسميناه الاي بيس او الالكترونيك بيس، اللي هنتكلم عليه مع حضراتكم دلوقتي فقرة فقرة، ونعرف ايه هو المقصود بكل جزئية في هذا المزيج. طبعا إذا تكلمنا عن عناصر المزيج التسويقي الإلكتروني، يجب أن نعلم جيدا أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق ما بين علماء، عشان أنتوا ممكن تفتحوا مراجع كثيرة جدا في مجال التسويق التقليدي وتجدوا حاجة غريبة جدا، ان عناصر المزيج التسويق التقليدي حتى الان يا جماعة مفيش اتفاق ما بين العلماء عليها. يعني احنا بنتكلم عن الشكل الشائع او ما اتفق عليه اغلب علماء او غالبية علماء التسويق، ان المزيج التسويقي هو اربعة عناصر اللي احنا بنتكلم عليها دي. ولكن في علماء اخرين زودوا عناصر على المزيج التسويقي التقليدي. طيب حتى الآن أيضا لا يوجد اتفاق ما بين العلماء والباحثين في مجال التسويق الإلكتروني حول العناصر المكونة للمزيج التسويق الإلكتروني. وده يرجع على إيه بقى؟ إحنا قلنا، أنا قلت لحضراتكم دلوقتي إيه؟ أن هناك عدم اتفاق على عناصر التسويق التقليدي. طبعا ده شيء هيؤثر بشكل كبير جدا على عناصر التسويق الإلكتروني. ازاي اساسا التسويق التقليدي حتى الان لم يتم الاستقرار او يتم الاجماع عن عناصر ليه، واجي اقول ان بالطبع هيكون هناك اتفاق على عناصر المزيج التسويق الالكتروني؟ لا يمكن. لان احنا قلنا ايه؟ ان التسويق الالكتروني هو عبارة عن ايه؟ انشطة تسويقية، واضفنا اليها الوسائل الالكترونية، فاصبح او استخدمنا الوسائل الالكترونية في عملية التسويق، فاصبح هناك التسويق الالكتروني. يبقى التسويق التقليدي ده هو الاساس بالنسبة لنا، او المفاهيم بتاعته هي الاساس بالنسبة لنا. طب اذا لم يكن هناك اتفاق ما بين علماء التسويق على عناصر المزيج التسويقي التقليدي، يبقى بالابعد او
بالطبيعي او بشكل مترتب على هذا الامر انه لا يوجد اتفاق ما بين علماء التسويق الالكتروني والباحثين في مجال التسويق الالكتروني على مكونات او على عناصر النزيب التسويقي الالكتروني على عددها او حتى على المحتوى بتاعها او المفاهيم الموجودة داخلها. احنا يعني طبعا لو بدأنا دلوقتي المفترض ان احنا نكمل على طول، فاحنا نؤجل الدخول في عناصر المزيج التسويقي الالكتروني الى المحاضرة القادمة باذن الله تعالى، ونلقاكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.